مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. دايما بكلمكم وبتكلم معاكم على الفايده الكبيره جدا جدا لعيش الغراب، وكنا قبل كده بنتكلم انه في نسبه كبيره جدا جدا من الفوائد وان هو ممكن يكون مصدر من مصادر البروتين. فجينا حتى قلنا انه لو حد عايز يجيب لحمه ممكن يجيب لمراته كيلو غراب، عيش غراب، وما يجيبلهاش لحمه. فالناس استغربت شوية ازاي ممكن نعرف نعمل ده، ولكن فعلا لو حضراتكم تعرفوا الفايدة الكبيرة جدا جدا لعيش الغراب هنقدر يعني نركز عليه بشكل اكبر. النهاردة مش هنتكلم على اي نوع، احنا هنتكلم تحديدا على الاجاريكس. الاجاريكس ده نوع من انواع عيش الغراب، خلينا نشوف تفاصيل اكتر عنه، وهل ممكن اننا نحصل عليه بسهولة ولا لا، هل هو من اسهل او اصعب الانواع الخاصة بعيش الغراب. تفاصيل كتير جدا هنعرفها من ضيفي دكتور عماد عبد العزيز سالم، باحث بالمركز المعملي للمناخ. اهلا بك يا دكتور، منورني. ده نورك. انا ابتديت بدايتي لانه يعني حبيت اعرف الناس قد ايه احنا فعلا ممكن نستفيد جدا من عيش الغراب كبروتين حيواني، واننا فعلا نستغنى عن اللحمه. على الاقل يا دكتور هنبقى ضامنين انه ما فيش نقرس لا قدر الله، انه ما فيش مشاكل في الكبد ولا في الكلى، يعني هو مصدر جميل ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيه ومصدر امن. تمام. دي فايده من فوائد عيش الغراب. انا عايزه حضرتك تدينا برضو فايده لجميع الانواع، خلينا بعيدا عن الاجركس شويه. تمام. هو عيش الغراب عموما هو الفطريات الماكوله، الفطريات التي يمكن التغذي عليها. فبيتميز عيش الغراب انه عالي جدا في نسبه البروتين، بيتميز ايضا انه هو عالي في الاملاح المعدنيه والاحماض الامينيه الاساسيه لغذاء الانسان، بالاضافه لذلك انه بيحتوي على كثير من المواد اللي بتساعد في صحه الانسان زي مضادات الاورام، و له قدرة على تخفيض الكوليسترول اللي هي الفات الباد فات، بالإضافة أيضا إلى أنه بيعالج الضغط العالي. ومعظم الأمراض دي منتشرة فعلا عندنا في المجتمع المصري، الضغط المرتفع والكوليسترول وأمراض القلب وأمراض الكبد منتشرة جدا في مصر. لذلك إحنا عندنا غذاء زراعته نظيفة يقدر يحل محل البروتين المتواجد زي بروتين اللحوم، بروتين الدواجن اللي هي ممكن يواجهها كثير من المشاكل زي الامراض. يعني مثلا اللحوم بيواجه الثروه الحيوانيه عندنا كثير من الامراض اللي ممكن تاثر على اللحم، الاسعار المرتفعه. يعتبر عيش الغراب بديل مثالي جدا لكل المشاكل دي. طيب خلينا نعرف مشاهدينا دكتور بالأجاركس تحديدا، وليه هو نوع مختلف عن كل الأنواع. وحضرتك قبل الهوا كنا بندردش مع بعض، أنا الحقيقة ما كانش عندي معرفة شخصية بالأجاركس تحديدا، ولكن قلت لي إن هو نوع من أصعب الأنواع الخاصة بعيش الغراب، مش نوع سهل تربيته يعني. هو مش يعني عايز أقول لحضرتك عيش الغراب الأجاركس هو نمبر 1 في الإنتاج على مستوى العالم. وحتى شكله هو الشكل، الصورة الذهنية المطبعة في ذهن الناس عن عيش الغراب هو شكل عيش الغراب الأجاركس. بس عيش الغراب الأجاركس بيحتاج شوية تقنيات فنية كده في الزراعة. هو طبعا بيمثل حوالي 20% من الإنتاج العالمي لعيش الغراب. وتعتبر الصين وفرنسا والولايات المتحدة هم من أكثر الدول إنتاجا لهذا النوع من المشروب. صعوبته بتكمن ايه؟ انه بيحتاج شويه اجهزه وشويه معاملات علشان تسهل عمليه انتاجه، بعكس عيش الغراب الثاني اللي هو بيحتل المرتبه الثانيه بعد الاجاركس اللي هو عيش الغراب المحلي، اللي هو ده بيبقى سهل في الزراعه، بيزرع على قش الارز. انما تكمن صعوبه الاجاركس في انه بيحتاج درجه تبريد عاليه ممكن توصل ل 16 درجة مئوية، بيحتاج المادة اللي هو بينمو عليها مش زي المحاري، المحاري بيبقى بينمو على القش، قش الرز. ممكن قش الرز بنجيبه بنعامله معاملة حرارية بالمية السخنة وبينمو عادي عليه المحاري،
لكن الاجاريكاس لازم ينمو على مواد عضويه متحلله وتعقم بالبخار. فلازم يبقى اذن على اللي هيقوم بهذا المشروع ان هو لازم يتوفر عنده مولد بخار علشان يعقم ماده الزراعه دي اللي هو الكمبوست. كمان مش اي كومبوست يناسب الاجاركس. يعني في مصانع كومبوست بتنتج الكومبوست اللي ممكن يستخدم في تسميد الارض، لكن الكومبوست المناسب لزراعه الاجاركس بيختلف في تركيبه الكيماوي، نسبه النيتروجين والكربون والفوسفور والبوتاسيوم، وبالتالي لازم اللي هيزرع اجاركس لازم يجيبه من مصادر مصانع الاجاركس. ايضا مساله حساسيته للامراض، محتاج ان الشخص اللي يتعامل مع مزرعه الاجاركس يكون عنده خبره فنيه، ازاي يستخدم المطهرات، ازاي يستخدم يمنع وصول الملوثات للمزرعه. يعني ده باختصار يعني شديد. احنا كده ممكن نكون عملنا مقارنه ما بينه وما بين عيش الغراب المحاري؟ يعني المقارنه ممكن، يعني لو عايز التفاصيل اكتر اوضحها لحضرتك. يعني انا بالنسبه للمحاري بيختلف في الشكل، طبعا المحاري بيبقى هو شكله قرصي كده وله اللي هي الامبريلا، بيسموه الامبريلا، انما الاجاركاس بيبقى اللي هو شكله مكور كده ويبقى لونه ابيض. الاجاركاس المحاري بيبقى لونه مختلف شويه، بيبقى لونه كريمي كده او يعني سكري. او المحاري بيزرع بسهوله جدا من غير وسائل للتعقيم، مجرد قش ارز بننقعه في ميه سخنه وبنوصل نسبه الرطوبه في القش رز لمستوى معين، وبعدين بنلقحه بالتقاوي، وبيسهل. يعني مبقاش فيه عنايه كبيره مع المحاري في مساله مقاومه الامراض، هو يعني مقاوم وبيقدر، يعني مبقاش فيه ستريس على الشخص اللي بيزرعه في مقاومه الامراض بعكس الاجاركس. لكن من حيث التسويق، المحاري في مصر، يعني بنتكلم على الوضع في مصر، المحاري تسويق يمكن اقل شويه، انما الاجاركس سهل تسويقه رغم الصعوبه دي، لان الناس ذهنها عارفة ان الاجاركس هو المكور الابيض ده، هو ده عيش الغراب، فلما بيشوفه في السوق بيعرف ان هو ده عيش الغراب. لذلك تسويق الاجاركس هو اسهل بكتير من تسويق المحاري، على الرغم من ان القيمة الغذائية بينهم متقاربة جدا. فده باختصار برضو يعني كل التفاصيل. يعني طب احنا عايزين نتكلم على القيمة الغذائية، ليه الاجاركس يعني له فايدة كده كبيرة؟ زي ما انا ذكرت قبل كده ان هو يعني مقارنه بغيره بقى من الناحيه الغذائيه، ان هو لو تسمع حضرتك عن المزارع العضويه، يعني اللي ما بيستخدمش فيه كيميكالز ضاره بتاثر، يعني في الدواجن بيستخدم هرمونات وفي اللحوم بتستخدم برضو مضادات حيويه واشياء كلها بتتراكم في البروتين نفسه، لكن الاجاركس او المحاري برضو انتاج عضوي 100%، يعني هيلسي من حيث الانتاج كمان، وبالنسبه للناحيه الصحيه زي ما ذكرت ان هو فيه نسبه عاليه من البروتين تقارب اللحمه، توصل حوالي في الوزن الرطب بتبقى حوالي 4%، وبتبقى في الوزن الجاف لو هو مجفف توصل حوالي فوق ال 40% بروتين. في ايضا الاملاح المعدنيه والسكريات ومضادات زي ما انا قلت قبل كده، اللي هو مضادات الاورام ومضادات ومخفض الكوليسترول ولضغط الدم، ودي طبعا فايده كبيره جدا يعني. طيب خلينا نتكلم على يعني تسويق، وحضرتك قلت لي ان التسويق ده سهل، داخل مصر ولا خارج مصر؟ لا انا بتكلم عن الوضع في مصر. الوضع في مصر مختلف شويه عن الوضع في العالم. الوضع في مصر طبعا انواع عيش الغراب مش بس النوعين دول، يعني في عدد كبير جدا، مئات الانواع من عيش الغراب. وانا كنت في الصين، في رحله في الصين، كان يعني كل يوم هناك لازم يقدموا لنا نوع مختلف تماما من عيش الغراب، لان هم عندهم عيش الغراب ده حاجه اساسيه في حياتهم
زي ما احنا كده عندنا الفول والحاجات دي اساسيه، لا هم عندهم عيش الغراب ده اساسي، في كل يوم لازم يتغذوا على مشروم، ففي مئات الانواع من المشروم. احنا في مصر هنا ما عندناش غير النوعين دول المنتشرين والمعروفين عند الناس من حيث التسويق. زي ما قلت حضرتك الاجاريكاس بيعرفوا الناس شكلا، المحاري عدد قليل من الناس اللي يعرفوا، وده اللي بنحاول يعني نبذله في المعمل المركزي المناخي، ان احنا نعرف الناس الانواع ديت النوعين دول والانواع الاخرى. في برضه نقطه مهمه في مصر، ان في عيش الغراب من الـ الفطريات اللي هي بتحتاج رطوبه عاليه، والجو المصري عندنا جو جاف في اغلب الفترات في السنه يعني، فده بيتطلب ان اللي يشتغل في زراعه عيش الغراب انه يوفر له تحكم في درجات الحراره والرطوبه والتهويه والاضاءه، فبيحتاج رعايه خاصه بعكس الخارج. الخارج ممكن تلاقي دوله زي الصين عندها نسبه رطوبه عاليه في محافظات معينه او في مقاطعات معينه، بيبقى الجو رطب طول السنه، ممكن يزرع في صوبة عادي من غير ما يبذل مجهود في رفع رطوبة، ممكن وبيبقى الجو مناسب، درجة الحرارة مناسبة طول السنة في بعض برضو المقاطعات هناك. فبرضو بيبقى ممكن الفلاحين، يعني أنا زرت هناك قرى بالكامل شغالة على زراعة عيش الغراب، قرى بالكامل وفلاحين بساط جدا لأن هناك الجو مساعده. هنا الوضع بيحتاج شوية تحكم في المناخ، شوية في الحرارة والرطوبة والإضاءة. أنا عايز أرجع لدور المعمل المركزي المناخي يا دكتور، عشان ينشر وعي وثقافة زراعة عيش الغراب، وتحديدا كمان في استخدامه في تنمية المشروعات الصغيرة. تمام. يعتبر معمل المركزي المناخي من أوائل المؤسسات الحكومية اللي اشتغلت في عيش الغراب، لأن عيش الغراب كان اختفى من مصر من حوالي، يعني هو كان معروف عند الفراعنة وكان يعني مخصص للطبقات العليا، يعني الملوك والكهنه وكده فقط وبعدين اختفى من مصر، وابتدى يظهر من حوالي 25 30 سنه. كان من اوائل المؤسسات الحكوميه او الجهات الحكوميه اللي اشتغلت في عيش الغراب اللي هو المعمل المركزي المناخي. ابتدينا في انتاج التقاوي، وبنتعامل مع الناس منذ 25 سنه في ان احنا بنقابل بشكل يعني شبه يومي، بنتعامل مع المواطنين ان هم بيجوا بيسالوا بيستفسروا عن المحاري وعن الاجاركس، وبننتج لهم التقاوي. عندنا معمل متخصص لانتاج التقاوي بدا منذ 25 سنه زي ما انا قلت، فبنحاول من خلال مقابلتنا للناس ان احنا نشجعهم باستمرار على ان مش بس ان هو يبقى مشروع اقتصادي، انه يبقى عاده غذائيه تحسن من الحاله الصحيه للمصريين عموما. الناس هتيجي في بالها دكتور اول ما تيجي تفكر كده انها ممكن تزرع عيش غراب، تقول لك انا ممكن اعمل ده في البيت، فهل تربيته سهله في البيت او زراعته سهله في البيت، ولا لازم يكون في مكان معين ومخصوص؟ هو للاستهلاك الشخصي ممكن يزرع في البيت، لو واحد عايز يعني يبقى عنده يوميا انتاج يومي بحيث يتغذى عليه يوميا، فطبعا من السهل ان هو يزرعه في البيت بشويه تعليمات كده، هيفضي مثلا حجره معينه ولا حاجه، ونقول له ازاي يشتري الكومبوست، وازاي يبصره، وازاي يعبيه في حاويات معينه. لكن لو عايز يعمل مشروع ما يبقاش في البيت، لو عايز يعمل مشروع لازم يكون المساحة الاقتصادية اللي ممكن يبتدي بيها كمشروع تجاري حوالي 150 متر. فعلشان يقدر يبقى مشروع مربح بالنسبة له وهو مجدي، فالمساحة الصغيرة ممكن ما تبقاش مجدية. تمام. يعني في اكيد معوقات كتير ممكن تخلينا نتوقف شويه عندها اللي بتاثر على الاجاركس في مصر، فشايف حضرتك المعوقات دي متمثله في ايه، وازاي يكون ليها حلول سريعه عشان نقدر نذلل الموضوع ونخلي الاجاركس ياخد حقه بشكل اكبر؟ تمام. هو برضو بطبيعه الحال الحاجه اللي بتبقى مجهوله عند الناس بيبقى في صعوبه في الاقبال عليها، يعني اي مستثمر
يعني دي احد المعوقات الكبرى، يعني ان اي مستثمر بيبقى عايز يخش في مشروع عارف اوله واخره ايه. يعني فاحنا يعني بننصح اللي عايز يقوم بالمشروع ده ان هو ما يقلقش، لان هو من السهوله جدا انه يعرف خطوات تصنيعه وخطوات انتاجه. دي احد المعوقات، ان الناس بتخاف تقبل على مشروع تجهل تفاصيل. الحاجه الثانيه عدم توفر العماله، اللي هو مشروع بيحتاج عماله، لان في مجهود بيبذل في التعامل مع الكمبوست فعدم توفر عماله، يعني ايه؟ يعني ماهره عندها خبره في تعامل مع مزارع الاجاركس، لان زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هو بيحتاج رعايه فنيه عاليه ومتابعه للعوامل الجويه اللي احنا ذكرناها، اللي هي الحراره والرطوبه والاضاءه. فدي برضو احد المعوقات. مفيش معوق تاني اكتر من ان الناس تقتنع بزراعته. ليه؟ لان سوق المشروم في مصر اللي هو نوع الاجاريكس بالذات ما بيغطيش اكتر من خمس الاحتياج السوق المصري، يعني يعتبر مشروع واعد لاي مستثمر. ان انت عندك، يعني احنا بنقابل كتير منتجين، يعني للاسف منتجي المشروم الاجاريكس في مصر حوالي 3 4 مصانع بالكتير على مستوى الجمهوريه، ما بيقدروش يغطوا الاحتياج الكامل للسوق المصري، يعني محتاجين 5 أضعاف الشركات ديت علشان تقدر تنتج. طب احنا هنتكلم في النقطه دي برضو يا دكتور على الادوات المستخدمه في الموضوع نفسه. هل الادوات دي مكلفه؟ هل هي مش متوفره؟ هل ان احنا المفروض نستوردها؟ يعني ايه المشكله؟ هو حضرتك على مستوى، في عندنا مستويين، مستوى صغير لشاب صغير عايز يبدا، ومستوى كبير مزرعه كبيره لاي رجل اعمال عايز يسهم في حل مشكله الفجوه الغذائيه دي. بالنسبه للشاب الصغير هو محتاج انه مساحه مثلا على الاقل 150 متر، ويجيب مكيفات، علشان احنا قلنا ان هو بيوصل درجه حراره في احد المراحل لدرجه 16 درجه مئويه، ولازم يبقى عنده وسيله للتعقيم بالبخار، يعني غلايه، يعني مولد بخار. ففي غلايات محدوده السعه للمشاريع الصغيرة، وبتبقى أسعارها يعني متناول، يعني الشاب اللي عايز يبدأ المشروع. وبيحتاج إن هو يبني أرفف بشكل معين وديزاين معين. لو قدر يوفر كل الظروف دي هيقدر ينتج ويقدر يشتغل. طبعا المزارع الكبيرة بقى محتاجة يبقى فيه كنترول بقى، لأن هو مناخ الأجاريكاست لازم يبقى فيه تحكم. الحرارة احنا عندنا مرحلتين للنمو، المرحلة الأولانية بتبقى 25 درجة، المرحلة الثانية بتبقى 16 درجة. فالتغير في درجات الحرارة مؤثر على النمو. فالمزارع الكبيرة بيبقى عندها بقى لوحات تحكم في كل العوامل المناخية، سواء حرارة أو رطوبة أو إضاءة أو قصدي تهوية. فبرضو التبريد في المراحل في المزارع الكبيرة. ليه؟ لأن في تعارض بين التبريد ونسبة الرطوبة. أنا بحتاج رطوبة عالية بتوصل 95%. لو أنا بستخدم التكييف هبقى محتاج، يعني هبقى في صعوبة شوية في كنترول صعب جدا. لكن في المزارع الكبيرة بقى في وحدات بتبرد وفي نفس الوقت بتعمل رفع لدرجة الرطوبة في المكان. كل ده الفنيين في المسائل دي سهل توفيره، يعني مفيش اي حاجة صعبة سواء للمنتج الصغير او المنتج الكبير. طيب يعني احنا اتكلمنا على 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 اصعب الحاجات اللي ممكن تواجه يعني مستخدمي هذه النوع من المشروعات الصغيرة، سهولتها او جمالها بقى. يعني احنا مش عايزين نتكلم بس على الصعب، عايزين نتكلم على الفوائد العامه. مشروع زي ده هل هيكون مربح ماديا؟ وخصوصا لما حضرتك اتكلمت على ان الاجاركس مش واخد حقه، هنفرض ان هو اخد حقه وانه في بطاقه تعارف ما بينه وبين الناس، فبالتالي هيبقى في اقبال من الشباب، هيستفيدوا ايه بقى؟
احد يعتبر من احد المشاريع المربحه جدا، وزي ما انا ذكرت ان هو السوق المصري يستوعب 5 أضعاف المنتج حاليا، يعتبر لو اكتسب الشخص فيه الخبره المناسبه يعتبر مشروع استثماري ناجح بلا جدال. انا انصح ان الناس تحاول تقرا فيه بشكل اوسع عشان تتقرب، زي ما انت ذكرت كده يبقى في فاميليار بينها وبين المشروع ده. مش بس هيعود العائد الاقتصادي على الشباب وعلى المستثمرين، هيعود العائد الصحي. احنا محتاجين، احنا عندنا المجتمع المصري محتاج ان يصبح عيش الغراب الاجاري كذا جزء من حياته اليوميه علشان نقدر نقاوم الامراض اللي انا ذكرتها قبل كده. فبس مش بس ان هو الاقبال على المشروع ده له فايده اقتصاديه، لا كمان ده فيه فايده صحيه للمجتمع المصري. عيش الغراب بنفسه احنا قلنا مشروع هايل جدا، وسواء كان المحاري او الاجاركس، ولكن برضو ده مش هيخليني انسى ان انا اتكلم مع حضرتك على الجانب اللي شويه فيه مخاطره. يعني هل ممكن المشروع يتلف لا قدر الله في امراض معينه بتصيب عيش الغراب، وتحديدا الاجاركس لازم المربي يكون واخد باله جدا جدا وعلى درايه عاليه بيها؟ طبعا الاجاركس زي ما انا ذكرت قبل كده ان هو اكثر حساسيه للامراض من المحاري. بيصاب، ممكن يجيله، يعني برضه مش عايزين نقلق الناس، ان انت ممكن بمتابعه وسائل النظافه والتطهير اللي بينصح بيها المزارع يمكن التغلب على اغلب الامراض. يعني بيجيله طبعا امراض فطريه وبكتيريه واكرس ونيماتوده، كل ده ان لازم علشان ما يقلقش من مساله الامراض دي والحساسيه دي، ان لازم يكون الكومبوست من مصدر موثوق منه او هو يقوم بعمله يصنعه هو. يعني في بعض الناس بنشرح لها ازاي تصنعه في المزرعه نفسها، وده بيبقى اضمن واحسن عشان بيبقى ضامن المكونات اللي داخله في تركيبه، يبقى ذو جوده عاليه، الكومبوست يكون جوده عاليه ويكون المعامله الحراريه تجرى بكفاءه من غير تقصير، لان اي تقصير في المعامله الحراريه للكومبوست لابد هيظهر الامراض هتظهر. ثانيا السلاله اللي هيشتريها لازم يتاكد انها سلاله مقاومه للامراض، لان السلالات الاجاركس مختلفه وبتختلف في حساسيتها للامراض. الرعايه بقى الفنيه اثناء النمو لازم تكون في حاجات بننصحها بيها، ازاي يخش المزرعه، ازاي يطهر ايديه، ازاي يعمل ايه. يعني مثلا دخول، احنا طبعا ذكرنا المعامله الحراريه. ايوه. قبل ما يبتدي لازم العنبر كله بيتعق، لازم، ووسائل كتير للتعقيم منها الفورمالين وغيره. بعد كده المعامله الحراريه للكمبوست زي ما ذكرت ده اساسيه، وبعد كده الشخص نفسه اللي بيخش بيبقى فيه دبل دور، بيخش بيبقى فيه في الارض كده يعني وعاء، بيبقى فيه مثلا احد المطهرات اشهرها الفينيك، معروف للناس، بيحط فيه رجليه وهو داخل. الايد بتطهر بكحول 70% او ديتول. يحاول برضو، يفضل يعني ان هو يلبس ماسك عادي، يعني مش ماسك معقد ولا حاجه. الميه بقى، لان في طبعا انا ما ذكرتش بالظبط تفاصيل الزراعه، يعني احنا يعني عايزين نوضحها للمشاهدين عشان الامور تبقى واضحه تمام. يعني في مرحله من المراحل كده هو بيرش الطبقه السطحيه لازم الميه اللي هيستخدمها دي لازم بيتحط لها يعني مواد معينه امنه طبعا علشان تعقم الميه قبل الري. يعني لو راعى كل الشروط دي ان شاء الله مش هيواجه اي امراض يعني. طيب يعني بالاضافه طبعا للفائده الغذائيه والصحيه والماديه، كل ده احنا متفقين عليه، ولكن عيش الغراب نفسه انا عايز اتكلم عليه بقى بره مصر عشان الناس تعرف قد ايه احنا مختلفين تماما في الفكر.
ايه هي اكبر الدول اللي ممكن انها فعلا بتنتج عيش الغراب، واكتر الدول اللي بتكون اعتمادا في الغذاء بقى؟ انا مش بتكلم بس على الناحية الاقتصادية او التجارية، لا انا بتكلم انه الوجبة الاساسية بتاعتهم عيش الغراب. هو عيش الغراب بدأ أصلا في فرنسا، الأجاركس. أنا قلت لحضرتك إنه في أنواع كتير جدا. ايوه الأجاركس بدأ في فرنسا سنة 1550، يعني من زمان، يعني إحنا بدأ عندنا من 25 سنة، لكن هو بادئ إنتاج تجاري للأجاركس في فرنسا من سنة 1550. تالتها بعد كده الصين والولايات المتحدة. حاليا الصين هي اللي بتحتل المركز الأول على مستوى العالم، عشان كده دايما بذكرها في كلامي، لأن هم وصلوا لإنتاجية عالية جدا. يعني عائد الأجاركس فقط على الإنتاج الصيني بيبقى حوالي من 30 ل 40 مليون دولار سنويا. العائد من أنواع المشروم، أنا ذكرت لحضرتك إن هم عندهم كل أنواع المشروم بيزرعوها في الصين. العائد على الاقتصاد الصيني السنوي بيوصل 70 مليار دولار. رقم يعني انا لما قاله لنا هناك يعني ما كناش حتى مصدقينه، يعني ازاي ده من العائد من تجارة عيش الغراب. عيش الغراب عموما، مش النوع الاجاركس بس، بيوصل حوالي 70 مليار دولار. طبعا الصين بلد ضخمه جدا وواسعه جدا، وفيها مقاطعات كبيره بتنتج المشروب. احنا زورنا مصر، مصر المزرعه بتنتج مزرعه بس حديثه بقى، بكل فيها حاجه يعني مودرن التكنيكس، يعني بتنتج يوميا 40 طن من نوع واحد اسمه اجاركس ايرنجي. 40 طن، 40 طن يوميا، وبيوزع داخل الصين فقط. فده اللي بيقول لي، قالوا لنا اللي بينتج داخل الصين فقط 40 طن من نوع واحد بس يوميا. فالفرق مهول. احنا مساهمه مصر في انتاج العيش الغراب عموما من المستوى العالمي لا تتعدى 2%. ففرق شاسع جدا، وده بس طبعا احنا ما بنستوردش بيرجع، طبعا، لا احنا شك انه بنستورد، بيرجع للمناخ. احنا بنستورد ولا ما بنستوردش؟ لا احنا ما بنستوردش، احنا بننتج للانتاج المحلي، وما بيكفيش الانتاج المحلي، اللي بيستورد اللي هو المعبأ في عبوات، يعني كنز يعني. ايوه ومعظم المطاعم المصريه اللي هو بتعتمد المعلب ده. على الكنز دي، لانه ما ينفعش يستورد فريش، فبيستورد كنز، لان فريش هو فتره حفظ قصيره يعني. فبيجي بيجي من الصين طبعا اللي هو الكنز دي، ومعظم المطاعم بتستخدم الكنز ده لسعر. طب احنا مش عارفين نغطي احتياجاتنا من المشروم وبنستورد مشروم، يعني يمكن عشان الاسباب اللي احنا قلناها يا دكتور، يعني انه الناس مش دايما بتعرف مش عارف تفاصيل زراعته. بالظبط، ومش عارفه ازاي المكافحه وحتى استنباط. هل ممكن نستنبط اصناف هل جديده؟ ممكن ايه؟ ان نستنبط اصناف جديده، يعني في هجن من عيش الغراب ولا لا؟ هو طبعا ال السلالات زي ما ذكرت انها متنوعه. يعني حاجه خاصه بمصر، يعني عارف دايما اسرائيل في كل الانواع، انا مش بتكلم بس على عيش الغراب، دايما في كل الانواع بتلاقي مستنبطه نوع خاص بيها هي، ده بتاع اسرائيل، بتلاقي كل حاجه من عندها. احنا ما نقدرش نعمل ده في للاسف عيش احنا الغراب. لسه ما وصلناش للمرحله دي، لانها للاسف. بتحتاج سنين طويله. يبقى واحد باحث متخصص ان هو يستنبط سلالة قوية تستحمل المناخ المصري. ليه بقى؟ لأن أنا عشان أستنبط سلالة بالشكل ده، المفروض إن أنا عندي في مصر سلالات متنوعة، لكن للأسف أنا ما عنديش في مصر سلالات مصرية. إحنا عندنا حتى في المعمل المركزي للمناخ الزراعي في عندنا سلالة جايبينها من الصين، اللي هي السلالة الهوجون اللي حضرتك بتكلمي عنها. إحنا زرنا المعمل، في عندهم معهد متخصص في الأجاركس، وادونا السلاله بتاعتهم الصين الصيني، اللي هي قعدت سنين طويله علشان يوصلوا للسلاله دي، قارنوا بين السلالات وعندهم يعني طبعا مساحات بريه واسعه جدا. علشان انا استنبط سلاله لازم يبقى عندي السلالات البريه اللي هي بتستحمل الامراض، واعمل بينها هجن مع السلالات العاليه الانتاج. هم عملوا كده لتنوع السلالات عندهم،
ووصلوا لسلاله بعد سنوات طويله. احنا لسه في بدايتنا، بدايه البحوث بتاعتنا محدوده لسه، لانه بادئ عندنا منذ سنين قليله، 25 سنه برضو ما تعتبرش، والعدد العاملين في هذا المجال قليلين جدا في مجال استنباط سلالة جديدة في ناس بتلاقيها، انا عايزه اتكلم بقى من يعني اتكلم مع ست البيت شويه، في ناس بتلاقيها مش عارفه تحط المشروم فين، يعني في ناس تقول لك وانا هاكله كده، طب هو بيتحط على ايه، طب الاضافات اللي ممكن تكون بتخليه طعمه احلى اكتر فايده، يعني عايزين نغشش ست البيت كده وصفات بسيطه يعني من الناحيه القيمه الغذائيه كمان، تعمل ايه، تدخله مع ايه بالظبط عشان يبقى فيه وجبه متكامله للاسره؟ يعني بنتكلم في حته الطبيخ يعني. يعني لا مش طبيخ صرف، انا قصدي المواد اللي ممكن تضاف للمشروم عشان تكمل من الفايده الغذائيه بتاعته. هو اولا نتكلم على فتره حفظه، هو اللي هيشتري الاجاريكس يعني ممكن يستمر في الثلاجه اسبوع. اوكي يعني لكن ما يتحطش في الفريزر، دي معلومه مهمه. اللي بيتميز ان الاجاريكس نكهته طبعا مستغربة عند ناس كتير، طعمه مستغرب عند ناس كتير، وهو بياخد طعم الحاجة اللي بيتحط معاها. لو اتحط مع اللحمة هياخد طعم اللحمة ويدي نكهة مختلفة، لو اتحط مع الكبدة هيبقى ياخد طعم مختلف. هو ممكن بيتعمل مع المكرونة وبيتعمل سلايزز كده تحط في السلطه بس الاجاركس زي ما حضرتك قلت هو طعمه يعني بياخد طعم الحاجه، مش بيبقى طعمه بياخد طعم، ملوش طعم ايه يعني محبب قوي الواحد يشتاق ان هو يذوق الطعم ده. هو بياخد طعم، بيدي نكهه مختلفه للاكل اللي بيتحط معاه، سواء سلطه سواء ممكن شوربه سواء مكرونه سواء زي ما قلت اللحوم والكبده وكده والحاجات دي. طيب حلو قوي، يعني معنى كده اننا ممكن نقدر ناكل عيش الغراب او المشروم في اي وقت، وست البيت المصريه الاصيله ممكن تحطيه حتى لو حطيتيه على البيض نفسه وتحطي أيوة شويه أيوة. بهارات كده وحاجات حلوه هتلاقي طعم جميل وهيبقى هو وجبه غذائيه الهدف صحيه. الهدف انها تكون تزود بروتين في بالظبط، الغذاء. وزي ما بنقول ان هو بروتين امن، يعني غير اي نوع من انواع البروتينات الاخرى ممكن يكون فيها اي شبهه بسيطه لا قدر الله، ولكن احنا على قد ما بنقدر يعني بنقدم لحضراتكم ما هي الأشياء الآمنة والسليمة والصحية 100%. خليني بس أشكر ضيفي الأستاذ الدكتور عماد عبد العزيز سالم، باحث بالمعمل المركزي للمناخ. شكرا جزيلا يا دكتور، نورتني. شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا أتمنى لكم يا رب تاكلوا عيش غراب بألف هنا وشفا، ومش مشكلة أبدا أبدا، ومحدش يكسف ولا يتضايق وهو داخل بكيلو عيش غراب مرة تانية بقول بدل اللحمة، هي مجرد ثقافة، ده بروتين آمن وصحي، وأتمنى لكم يا رب كل الصحة وكل العافية. اوعوا تروحوا في أي حتة لأننا راجعين على طول بعد الفاصل، وهنتكلم عن فقرة مهمة جدا عن الآباء والأمهات والعلاقة ما بين الأسرة، إزاي تكون علاقة حميدة وقوية ووطيدة. الكلام ده هنعرفه ونبتديه حالا ولكن بعد الفاصل.